بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذه الفيديو الجديد حوالين نمذجة المعادلة البنائية أو ما يسمى Structure Equation Modeling أو بصورة مختصرة SEM كأحد الاتجاهات الحديثة في الأساليب الإحصائية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على في هذا الفيديو وفي فيديوهات أخرى حوالين إيه المقصود ب يعني نمذجة المعادلات البنائية، ايه الخطوات اللي بتتبع في نمذجة المعادلة البنائية، كيف يمكن تنفيذ ده باستخدام برنامج زي برنامج الاموس او برنامج زي برنامج الليزرال او برنامج زي برنامج الام بلس او غيرها من البرامج. ازاي ان انا كباحث استفيد من هذا التكنيك الجديد او هذا التوجه الجديد في مجالات البحوث النفسية والتربوية. معاكم دكتور محمد حبش حسين، أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية جامعة الإسكندرية. إن شاء الله النهاردة الجزء الأولاني من الفيديو أو الفيديو الأول بتاعنا هنتكلم إيه المقصود بنمذجة المعادلة البنائية، تمام؟ ويهمني إن أنا أتكلم بصورة خاصة على ثلاث نقاط أساسية مهمين جدا من وجهة نظري، مش يعني بيوضحهم أشياء مدخل أساسي في قضيتنا، اللي هي ما هي نمذجة المعادلة البنائية، المقصود بالستراكشر ايكويشن موديلنج، الهدف منها ثم ايه اهم البرامج الاحصائية المستخدمة لتنفيذ الستراكشر ايكويشن موديلنج. ثلاث حاجات اساسية في مغاية الأهمية. البعض يعني بيجي يتكلم على ستراكشر ايكويشن موديلنج بيتجه على طول برنامج زي الاموس، برنامج زي الليزرال، برنامج زي الام بلس، وبعدين بيبدا يتكلم على البرنامج. للأسف هذا الكلام أدى إلى أن احنا مش فاهمين أشياء كثيرة جدا، وأدى هذا إلى خلط وسوء استخدام لهذا الأسلوب الإحصائي، لأنه بحقيقة ليس أسلوب إحصائي هو مجموعة من الأساليب الإحصائية، ولكن نسميه في هذا التكنيك اللي بيتطور بصورة يومية سواء في أدواته أو في فنياته المستخدمة. حصل فيه سوء استخدام، حصل فيه سوء فهم لبعض الأمور المهمة جدا. الفيديو الأولاني ده في غاية الأهمية من وجهة نظري، لأن بيوضح إيه هي نمذجة المعادلة البنائية، إيه الهدف منها، نقطة رقم 2 دي في غاية الأهمية، إيه الهدف من نمذجة المعادلة البنائية، ثم إيه أهم برامج الإحصائية المستخدمة، وإزاي إن أنا أختار برنامج إحصائي مناسب ليا. طبعا في اشياء اخرى هنبدا نشوفها بصوره متتابعه، لكن ده الاهداف الاساسيه اللي موجوده في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. تعال نشوف مع بعض ونبدا نسال نفسينا السؤال المهم جدا، ايه هي نمذجه المعادله البنائيه. خلينا نتفق على ان ستراكشر ايكويشن موديلنج ليست اسلوب احصائي وحيد، مش هي عباره عن تحليل التباين، ولا هي عباره عن المالتي فيريت ريجريشن، ولا هي عباره عن مش اسلوب واحد احصائي واحد. دي في الحقيقه مجموعه من الاساليب الاحصائيه اللي بتتكامل بينها وبين بعضها علشان تكون لنا شيء اسمه نمذجه المعادله البنائيه. يبقى هي ليست اسلوب احصائي واحد، دي مجموعه من الاساليب الاحصائيه. ولذلك بنجد داخل الاستراكشر ايكويشن موديلنج بناخد الباس اناليسيس، تحليل المسار، بنجد داخلها الكونفيرماتوري فاكتور اناليسيس اللي هو تحليل العامل التوقع. حبينا نستعرض التعريفات المختلفه للاستراكشر ايكويشن موديلنج، هنجد ان في بعض التعريفات البسيطه اللي بتقول مثلا ان هو عباره عن تحليل المسار باستخدام متغيرات كامله. ده نمذجه المعادله البنائيه، تحليل مسار بس اناليسيس بس باستخدام الليتنت فيريبل. طب احنا هل احنا عارفين يعني ايه بس اناليسيس؟ هل عارفين يعني ايه ليتنت فيريبل؟ يبقى اذا التعريف في حد ذاته بيعرف بمصطلحات محتاجه في حد ذاتها التعريف. الباس اناليسيس ايه هو؟ ده شيء هنتكلم عنه وهننفذه هننفذه مع بعض. الليتنت فيريبل ايه هي؟ المتغيرات الكامنه هنتكلم عنها ونوضحها لانها من الاشياء برضو المهمه جدا، لكن مش هو ده التعريف الامثل لنمذجه المعادله البنائيه. مش هو ده التعريف الامثل، في عندنا تعريفات اخرى افضل من هذا التعريف بكثير. لكن تعال نشوف مثلا من التعريفات ان هو مجموعه من الاساليب الاحصائيه المترابطه اللي هدفها ايه، التي تصف العلاقات بين مجموعه من المتغيرات المشاهده ومجموعه من او المتغيرات الكامنه في انماط مختلفه من النماذج النظريه. يبقى هو عباره عن مجموعه من الاساليب الاحصائيه هدفها انها تصف لنا العلاقات بين مجموعه من المتغيرات. في عندنا في البات انا في الاستراكشر ايكويشن موديلنج في نوعين من المتغيرات، في حاجه اسمها متغيرات مشاهده اللي بيسموها الابسوربد او المانيفست فيريبلز او البعض بيسميها الانديكيتورز، دي المتغيرات اللي احنا ممكن نقيسها. وفي الناحيه الثانيه متغيرات كامنه ليتنت فيريبل، يعني متغيرات لا يمكن قياسها بصوره مباشره لكن دايما بتعرف من خلال مجموعه من المتغيرات المشاهده. ولذلك لو بطينا على سبيل المثال يعني متغير، يعني لو خدنا الذكاء
الذكاء يعتبر متغير كامل، تمام، لكن ممكن يقاس بخلال انديكيتورز، مؤشرات زي اختبار ويكسلر للذكاء الراشدين. ممكن انا بتكلم عن القلق، القلق يعتبر ليتنت فيرابل، لكن ممكن يقاس من خلال قائمه بيك او اختبار بيك للقلق. اختبار اشياء كتيره جدا، التحصيل، التحصيل متغير كامل لكن ممكن يقاس من خلال اختبار تحصيلي. يبقى اذا الليتنت فيرابل، والكلام ده طبعا هنعيده ونتكلم عليه كتير، لان اللي بيميز نمذجه المعادله البنائيه انها اختلاف عن الاساليب الاحصائيه الاخرى، كما سنرى في فيديو يعني في هذا الفيديو وفي غيره الفيديوهات، انها بتجمع من نوعين من المتغيرات، متغيرات مشاهده يعني بنقصها بصوره مباشره زي الطول وزي الوزن، تمام، وزي الدرجات الاختبار على التحصيل، الدرجات بتاعتنا، وما بين متغيرات كامنة اللي هي لا تقاس بصورة مباشرة ولكن بيتم قياسها بطريقة غير مباشرة عن طريق مجموعة من المتغيرات المشاهدة. المعادلة، نمذجة المعادلة البنائية هي الأسلوب الوحيد الذي يجمع بين النوعين دول من المتغيرات. لكن لو بصينا على الريجريشن، الريجريشن دايما بيكتفي بالمتغيرات المشاهدة. المالتي فيريت ريجريشن برضه متغيرات مشاهده فقط. تعال نشوف الفاكتور اناليسيس، لا الفاكتور اناليسيس عنده متغيرات ليتنت وعنده متغيرات ايه؟ وعنده متغيرات ابسوربد، ولذلك الانفورماتوري فاكتور اناليسيس يعتبر احد انواع الاستراكشر ايكويشن موديلنج. يبقى اذا نمذجه المعادله البنائيه عباره عن مجموعه، بناكد على الفكره دي انها مجموعه من الاساليب الاحصائيه المترابطه اللي هدفها انها تصف مجموعه من العلاقات بين متغيرات مشاهده ومتغيرات كامنه، او بين متغيرات مشاهده وبعضها وبعض، او بين متغيرات كامنه وبعضها وبعض. كيف يتم هذا الوصف؟ من خلال مجموعه من المودلز، الثيوريتيكال مودلز او النماذج النظريه اللي شكلها انواعها مختلفه، طبعا انواع مختلفه، واحنا هنتكلم على في فيديو مستقل حوالين ايه النماذج، النماذج المختلفه اللي موجوده في نظريه في نمذجه المعادله البنائيه. هنشوف ان احنا عندنا نماذج مختلفة، البعض الكتب وبعض المراجع تميل الى تقسيمها الى اربع نماذج مختلفة، لكن هنشوفهم مع بعض وازاي نشوف ان احنا ننفذ الكلام ده بطرق مختلفة او باستخدام سوفت وير مختلف. برضو انا عايز اوضح للمشاهد او اللي بيشاهد هذا الفيديو، نحن لن نتجه مباشرة الى برنامج الاموس او برنامج الليزر او ام بلس كما يحدث في الفيديوهات الاخرى، ونبدأ نتكلم على اشياء ثم نفتقد الجوهر ونفتقد الفكرة الاساسية. ايه الموضوع؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ طب نعمله ليه؟ ومتى استخدم النماذج المعادلة البنائية؟ واستخدمها ازاي؟ وايه الخطوات بتاعتها؟ للاسف هذه الاشياء كلها، الفيديوهات كلها لا تهتم بيها وتهتم بكيفيه التنفيذ دون فهم، وذلك احنا لا، انا او انا فيديوهاتي لا تهتم بهذا الامر بالتنفيذ اكتر من احنا بنهتم اكتر بالفهم. يبقى اذا مره ثانيه نمذجه المعادله البنائيه مجموعه من الاساليب الاحصائيه، ايوه، المترابطه، نعم، اللي هدفها انها تصف مجموعه من العلاقات بين مجموعه من المتغيرات المشاهده، تمام، ومجموعه من المتغيرات الكامنه، وذلك بيتم بطرق من خلال ازاي؟ من خلال نماذج، مودلز، نماذج نظريه مختلفه. طب في تعريفات اخرى؟ يعني مثلا ده احد النماذج المعادله البنائيه. نتفق برضو يا ريت ان يبقى احنا كده الامر واضح بالنسبه لنا من البدايه، ان انا مثلا اللي قدامنا ده يعتبر مثال على كونفورماتوري فاكتور اناليسيس. طب انا عرفت منين ان ده كونفورماتوري فاكتور اناليسيس؟ هنوضح الكلام ده بعدين، لكن بصوره عامه احنا بنعرضه بطرق ان هو احد النماذج، احد النماذج. لا خد بالكم من حاجه مهمه جدا، يعني البعد الاول والبعد الثاني، ودي قاعده مهمه جدا في برامج السوفت وير المختلفه، ان دايما الليتنت، المتغير الكامن، يعبر عنه في شكل اوفل، شكل بيضاوي، زي كلمه البعد الاول موضوعه في شكل بيضاوي، يبقى ده يعتبر ده ليتنت، يعني ده متغير ليتنت، والبعد الثاني برضه ليتنت، ليه؟ لانه معمول بشكل بيضاوي، تمام؟ بينما المفرده رقم 1 و2 و3 و4 لغايه 6 موضوع في مستطيلات، فنعرف ان دي ابسوربت او مانيفست او انديكيتورز، متغيرات مشاهده او متغيرات او مؤشرات. طب عندنا خاء واحد دي اخطاء، ولذلك برضه محطوطه في اوفل، يبقى اذا ده عباره عن ليتنت، متغيرات. يعني ايه ليتنت؟ يعني متغير كامل لا يقاس بصوره مباشره. طب البعد الاولاني، البعد الاولاني لا يقاس بصوره مباشره لكن يستدل عليه بثلاثه انديكيتورز اللي هي المفرده 1 و2 و3. البعد الثاني ليتنت لا يقاس بصوره مباشره لكن يستدل عليه بثلاثه انديكيتورز المفروضه 4 و5 و6، تمام. فارجو ان الامر يكون واضح في هذا الامر. احنا كده تعرفنا يعني ايه ليتنت، يعني متغير لا يمكن قياسه بصوره مباشره لكن دايما بيستدل عليه من خلال مجموعه من الانديكيتورز، مجموعه من المؤشرات
او مجموعه من الابسوربت فاريبلز المتغيرات المشاهده التي يمكن قياسها بصوره مباشره. واعطينا مثال ان انا ممكن اتكلم عن متغير زي الذكاء يمكن ان يقاس باستخدام مقياس زي مقياس ويكسلر او مقياس زي مقياس بيني. اذا ده الذكاء ده متغير الاثنين. ده في معظم المقاييس او في معظم المفاهيم في علم النفس اللي بيسميها الكونستراكت. يعني كونستراكت معناه تكوين فردي، ولكن بلغه الاستراكشر اكويشن موديلنج بيسموه ليتنت فاريبل. يعني احنا مثلا عندنا القلق، عندنا التحصيل، عندنا الذكاء، عندنا التفكير، عندنا كل الحاجات دي يعتبر ليتنت لا يمكن مشاهدتها لكن بنستدل عليها من خلال اشياء مختلفه. برضو انا يعني شوفوا خلي بالكم الاسهم مثلا السهم الاولاني اللي هو بيربط ما بين البعد الاول والبعد الثاني ياخد شكل قوس، ياخد شكل تقوس، وعباره عن سهم يعني بيسموه تو سايد ايرور، يعني عباره عن سهم له جانبين. لان مش لاحظوا ان السهم ليه جنب عند ليه سهم عند البعد الاول وعند البعد الثاني. ده يعني بيسمى ناين دايركشنال ريليشن شيب، يعني ارتباط غير موجه. يعني ايه ارتباط غير موجه؟ يعني بيقول ان في علاقه ما بين البعد الاول والبعد الثاني لكن ما بيقولش مين السبب ومين النتيجه. خلي بالكم لان دي الكي، دي المفاتيح بتاعه الاستراكشر اكويشن موديلنج. لو ما عرفناش ايه معنى الناين دايركشنال ريليشن شيب، يعني ايه علاقه غير موجهه وبتعبر عنها ازاي، مش هنقدر نفهم الاستراكشر اكويشن موديلنج. بينما السهم اللي طالع من البعد الاول للمفردة رقم واحد او من البعد الثاني للمفردة رقم اربعه ده بيسموه دايركشنال ريليشن شيب، يعني دي علاقه موجهه. ليه؟ لان السهم عباره عن خط مستقيم مش متقوس زي الثاني، وفي نفس الوقت له وجه واحد مش تو سايد ايرور. لا ده عباره عن وان سايد ايرور، يعني ايرور سهم باتجاه واحد. والاتجاه ده بيقول منين؟ بيقول ان البعد الثاني او البعد الاول بيؤثر في المفرده رقم واحد والبعد الثاني بيؤثر في المفرده رقم اثنين. تمام؟ فده يفرق عن يبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن علاقه موجهه. وبيقول التوجيه منين؟ من البعد الثاني للمفرده رقم اربعه او من البعد الثاني من رقم خمسه او من رقم. طبعا هي دي المفاهيم هناكد عليها ولما نيجي نطبق الكلام ده باستخدام برنامج الاموس او برنامج الام بلس او برنامج الليزرا لما هنشوف هنطبق باستخدام هذه البرامج. لكن بصوره مؤقته لازم نعرف ان الليتنت فاريبل دايما بنعبر عنه بشكل اوفل بشكل بيضاوي، والابسوربت فاريبل اللي هو بيقاس المتغير الذي يقاس بصوره مباشره بنعبر عنه بشكل مستطيل. تمام؟ طيب تعريف اخر لنمذجه المعادله الاحصائيه، مدخل احصائي. ما قلناش اسلوب احصائي لان ده مدخل فعلا عباره عن مجموعه لاختبار الفروض المتعلقه بالعلاقات بين المتغيرات المشاهده والمتغيرات الكامله. كلمه الكي وورد، الكلمه الاساسيه اللي بتميز نمذجه المعادله البنائيه هي فكره انها دايما بنعبر عن ان فيها متغيرات مشاهده ومتغيرات كامله. ده ما يمنعش ان في بعض الحالات او بعض الحالات الخاصه من الاستراكشر اكويشن موديلنج بتبقى عباره عن متغيرات مشاهده فقط، يعني النموذج فيه متغيرات مشاهده فقط او فيه متغيرات كامله فقط، لكن دي حالات خاصه من الاستراكشر اكويشن موديلنج. لكن الحاله العامه من الاستراكشر اكويشن موديلنج بيكون فيها المتغيرين، المتغيرات المشاهده والمتغيرات الكامله. يبقى هو مدخل احصائي بيعتمد على اختبار الفروض المتعلقه بالعلاقات بين المتغيرات المشاهده والمتغيرات الايه الكامله. ده تعريف لنمذجه المعادله البنائيه، بختبر الفروض المتعلقه بالعلاقات بين المتغيرات المشاهده والمتغيرات الكامله. ده مثال اخر للاستراكشر اكويشن موديلنج او نمذجه المعادلات البنائيه. لاحظ هنا مثلا ان انا عندي نفس الموضوع بس انا ما عنديش هنا ليتنت فاريبل غير حاجه واحده طبعا هو الايرور الخطا، ولكنه ليس جزء من الاجزاء الاساسيه اللي موجوده في النموذج، لكنه بيعتبر عباره عن مقدار الخطا اللي موجود في الجي بي اي اللي هو المعدل التراكمي. تمام؟ لاحظ ان ده الرسمه اللي قدام مننا ده هي حاله خاصه، انا قلت على نيه كونفرماتوري فاكتور اناليسيس لكن دي بقول عليها ريجريشن اناليسيس. ده تحليل انحدار عادي جدا، تحليل انحدار يعني حاله خاصه جدا من تحليل المسار. تحليل المسار اعقد من كده وهنعرف مع بعض في فيديوهات اخرى الفرق بين تحليل المسار وتحليل الانحدار، وهنطبق امثله وهنشوف الكلام ده كويس جدا. لكن المتغيرات اللي عندي كلها سواء الاي كيو نسبه الذكاء، السيلف ستيم تقدير الذات، الانكزايتي اللي هو القلق، كل الحاجات ديت عباره عن متغيرات ابسوربت
ليه عرفت انها ابسوربت؟ لان احنا قلنا ان ده في ترمينولوجي، في مصطلحات بتتحكم نمزجه المعادله المائيه. المصطلحات دي بتقول ايه؟ بتقول دايما اي ابسوربت فاريبل، وده مسمى اخر لكلمه انديكيتورز مؤشرات، بيسمى بيعبر عنه بشكل مستطيل، لكن الايرور بيعتبر متغير كامل، ولذلك لكنه طبعا ليس متغير اساسي في ده، يعتبر البواقي بلغه الريجريشن. احنا شفنا امثله على وشفنا تعريفات، لكن دي تعريفات افضل من كده، من التعريفات الجميله جدا الرائعه لنمزجه المعادله البنائيه، التعريف اللي قدمه بريل سنه 2012. بريل قال ايه سنه 2012؟ قال ان نمزجه المعادله البنائيه عباره عن منهج. خلي بالك ما حدش فيهم قال اسلوب احصائي خالص، اللي بيسميه مدخل واللي بيسميه منهج، لان هو فعلا يعني يعتبر ميثود، منهج. منهج بيعتمد على الاستدلال السببي، منهج يعتمد على الاستدلال السببي، بياخد ثلاث مدخلات ويدينا ثلاث مخرجات، يعني بياخد 3 انبوتس ثلاث مدخلات ويطلع لنا 3 اوتبوتس ثلاث مخرجات. تعريف جميل جدا. طب يا ترى ايه هو الثلاث مدخلات اللي انا بحتاجهم عشان اقول ان انا عندي نمزجه معادله بنائيه؟ اظن ان احنا لازم يكون عندنا في الاول نموذج يوضح العلاقات بين المتغيرات ديت، نموذج. والنموذج ده يجي منين؟ ده حاجه مهمه جدا لازم كلنا، من اين ناتي بالنموذج اللي احنا بنبدا بيه المعادله البنائيه؟ ده عندنا مصدرين مهمين جدا جدا جدا، نظريات، النظريات او النظريه، النظريه لها دور مهم جدا في نمزجه المعادله البنائيه، نظريه لها دور مهم جدا. والدراسات السابقه او الدراسات الميدانيه السابقه، الدراسات الميدانيه دولت من خلال بنجيبهم النموذج. يبقى بريل بيقول ايه؟ عندنا ثلاث مدخلات وثلاث مخرجات. طيب يا ترى ايه بقى المدخلات وهي بقى المخرجات بتاعتنا؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجه عندنا في المدخلات، وده منطقي جدا في الاستراكشر ايكويشن موديلنج، ان يكون عندي مجموعه من الفروض السببيه. هذه الفروض السببية معتمدة على نظرية أو نتائج دراسات سابقة، وبنعبر عنها في شكل نموذج اللي هو المعادلة البنائية. يعني لازم يكون عندي موديل، عندي نموذج. هذا النموذج بيقول إن في بعض المتغيرات كوز سبب، وبعض المفردات اللي هي افكت بيكون لها تأثير. تمام؟ من أين يأتي بهذا النموذج؟ من النظرية أو نتائج دراسات ميدانية، وبنعبر عنها في شكل إزاي؟ شكل نموذج. ده النموذج اللي أنا بدخل بيه. طيب هل هو الموضوع نموذج فقط، يعني مجرد رسمه وتوضع واقول واترك للشخص القارئ ان هو يفهم اللي هو عايزه؟ لا طبعا، المفروض يكون عندي حاجه تانية في غايه الاهميه، وهي مجموعه من التساؤلات او الاسئله او الفروض اللي بتوضح لي ايه معنى الرسمه اللي موجوده قدام مني. تمام؟ فمثلا بقول والله في تاثير مباشر لمتغير معين على متغير اخر، او في تاثير غير مباشر لمتغير على متغير اخر، يعني عباره عن ترجمة الرسمة أو الموديل اللي موجود في شكل رسمة قدام مني، بحوله إلى مجموعة من الأسئلة ومجموعة أو الأسئلة أو الافتراضات اللي أنا بكتبها. كل أثر أو كل تأثير لابد يكون معتمد على، برضو أكد على الفكرة دي، لأن للأسف الشديد الموديلز اللي بتوضع في البحوثنا كلها هي عبارة عن توقعات من الباحثين، يعني توقعات بعضها ما فيش لها دراسات سابقة. وبالتالي ازاي نقول ان انا عندي ستراكشر اكويشن موديلنج وانا ما عنديش نظريه قويه مستند عليها، او عندي دراسات سابقه قويه مستند عليها؟ ده جوهر الستراكشر اكويشن موديلنج. مش مساله ان الواحد عنده احساس او متهيئ له او شايف او فاهم، لا، هذا الكلام كله كلام خاطئ، كلام خاطئ، لان وهناكد الكلام ده طول ما احنا ماشيين، لان في امر في غايه الاهميه. طيب ايه تاني غير النموذج وعبرت عنه في شكل فروض، وكل فرد دللت عليه اما بنظريه معينه تبنتها وانا بتكلم، او دراسات سابقه اكدت عليها. طيب الحاجه الثالثه، اكيد في عندي داتا، بيانات. وفي سؤال تمام اللي بيتقال، يعني البيانات اللي احنا جايبينها في الاستراكشر ايكويشن موديلنج، هل بيانات جايه من دراسه نظريه ولا من دراسه وصفيه؟ من دراسة نظرية آسف، ولا من دراسة تجريبية؟ في الغالب العام معظمنا بيتفق على ان احنا دي جايبينها من دراسة نظرية، لكن هذا لا يمنع ان احيانا بيكون في بعض الاستراكشر اكويشن موديلنج النتائج جاية من دراسة تجريبية. تمام؟ لكن بصورة اساسية الغالب العام في 90% لما نكون اكتر، الدراسات النتائج مستمدة من خلال دراسة نظرية، يعني مجموعة مقاييس تعبر عن المتغيرات اللي هي الابسورفت اللي موجودة عندي، ده طبقتها على مجموعة من الافراد ثم حصلت على قراءات على نتائج. تمام؟ ولذلك
ازاي ان انا بعمل دراسه وصفيه وبتكلم على علاقات سببيه، يعني من اين جت هذه؟ احنا معروف احنا بندرس الطلاب اي في مدخل في مناهج البحث نقول له الارتباط لا يعني السببيه، الانحدار لا يعني السببيه، الدراسه السببيه بنتكلم فيها على منهج تجريبي. طب انا اتكلم على منهج وصفي، منين جبت الدراسه وقلت ده تاثير وقلت علاقه سببيه وجبت الكلام ده منين؟ جبته من خلال ان انا معتمد على نظريه قويه ودراسات سابقه قويه. يبقى عندي ثلاث مدخلات وفقا لتعريف بيرل، الثلاث مدخلات هم ايه؟ موديل، هايبوثيسيس او اكويشنز او اسئله بتعبر عن العلاقه، بعد بتكلم عن التاثير والتاثر وكلام زي ده، وبيانات جمعتها. طيب نيجي للمخرجات، بخرج بايه من الاستراكشر اكويشن موديلنج؟ بخرج بنحاول طبعا تقديرات رقميه بارامتر استيميتس، يعني انا قلت والله ان في اثر، طب الاثر ده قيمته بكام؟ بتظهر لي بقى في النموذج اول حاجه بتظهر لي بارامتر استيميتس، تقديرات رقميه لكل لمعالم النموذج، السهم اللي طالع من الذكاء راح للتحصيل ده السهم ده عليه بارامتر، طب قيمته بكام؟ انا كنت حاطه في الرسمه الاوتبوت تقول لي قيمته بكام؟ طبعا ده في غايه الاهميه ولازم اعرف دلالتها واعرف الكلام ده. ده بس لا، طبعا عندي كمون مجموعه من الاثار او النتائج المترتبه على النموذج اللي ليس لها علاقه مباشره بسهم معين خارج من 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 متغير بيأثر على متغير اخر، لكنه نتيجه من نتائج النموذج اللي هي زي ايه مثلا؟ والله اقول ان العلاقه بين سين وصاد مثلا بتختفي او بتصبح علاقه صفريه او لا يوجد ارتباط بين سين وصاد عندما اعمل ضبط للمتغيرات الاخرى. اعمل ضبط للمتغيرات الاخرى، دي نتيجه، النتيجه دي ما بوصلهاش من خلال بارامتر معين، لكن بوصلها من خلال فهم عام للنموذج وفهم عام لنتائج النموذج اللي انا استخدمته. تمام؟ برضو الكلام ده كله هنقدر نفهمه مع بعض من خلال التطبيقات. يبقى عندي ثالث حاجه عباره عن مجموعه من النتائج اللي لا ترتبط بارتباط مباشر ببارامتر من البارامترز اللي انا حسبتهم في البارامتر معين، لكن بتعتمد على فهم عام للنموذج. طبعا يهمنا ان احنا نعرف درجه تأييد او مسانده النتائج، واحنا عندنا حاجه اسمها جودنس اوف فيت اندكس او جودنس اوف فيت انديسيز، مؤشرات جوده المطابقه، وده طبعا موضوع كبير جدا اللي منها مثلا كومباريتيف فيت اندكس ومش عارف جودنس اوف فيت اندكس ونون نورمال فيت اندكس في وطبعا كاي سكوير وكاي سكوير واسم قيمه كاي سكوير على ديجري اوف فريدم درجه الحريه، في عندنا كم هائل من مؤشرات جودة المطابقة، استخدم مين واستخدم دي امتى واستخدم دي امتى، برضو كل دي حاجات هنتكلم فيها وهنفهمها مع بعض في اجزاء اللي جاية. يبقى اذا هذا التعريف بيقول ان احنا عندنا مدخلات وعندنا مخرجات، واضحة المدخلات واضحة المخرجات بتاعتنا. طيب في اسماء اخرى لنمذجة المعادلة البنائية؟ طبعا في اسماء اخرى لنمذجة المعادلة البنائية. Structure Equation Modeling مش هو ده الاسم الوحيد اللي موجود في الكتب، مش موجود في الادبيات، لكن في بعض الاسماء الاخرى اللي حتى من خلالها جاب اسم برنامج زي الاموس او برنامج زي الليزرال. منين يعني ايه؟ يعني ايه اموس؟ ايه معناها الاموس ده؟ معناه ايه ده؟ لو هنفهم دلوقتي شوف الاسم دلوقتي مع بعض الاسماء الاخرى هنجد ان اموس دي اختصار لكلمه analysis of moment structure. analysis of moment structure ده يعتبر اسم من اسماء الاستراكشر اكويشن موديلنج، اناليسيس تحليل، مومنت استراكشر معناها كده، طبعا مومنت معناها العزم وده معناها استراكشر معناها بنيه العزم مثلا، مش بصرف النظر بقى عن معنى كده يعني الترجمه اللغه العربيه، لكن ده معنى الاموس الاناليسيس اوف مومنت استراكشر. فبنجد ان في حاجه اسمها اناليسيس اوف مومنت استراكشر وناخده الاي اللي هو الاموس الاي وبعدين الام او اموس وبعدين ناخد الاس اللي في الاخر فيطلع لنا الاموس. كتير مننا ممكن ما يعرفش المعلومه ديت ان الاموس ده اختصار للثلاث كلمات دول. طب في مسميات اخرى؟ في مسميات، عشان لو قرينا في حاجه اسمها كوفاريانس ستراكشر اناليسيس. كوفاريانس اللي هو طبعا بيسموه التباين المشترك والبعض بيسميه التغاير، ستراكشر اللي هي البنيه، طبعا لاحظوا كلمه ستراكشر اللي هو البنيه او الهيكل الهيكليه او البنائيه، بعض الناس بتترجمها الهيكليه او البنائيه، طبعا البنائيه بفضلها اكتر، تحليل بنيه التغير المشترك.
تحليل بنيه التغير المشترك. ده اسم اخر عشان لو خاطر لو قرينا نبقى عارفين ان في مسميات اخرى. ده مسمى اخر analysis of linear structure relationship، ودي linear structure relationship دي اللي جت منها الليزرال. الليزرال عباره عن ال اي اللي هي بتاعت linear، وبعدين الاس ها، وبعدين الار اي ال، عشان كده جت كلمه ليزرال ريزلر، اخذت ال اي الاولانيه واخد الاس اللي هي من كلمه ستراكشر، وخد كلمه ريليشن خد ار اي ال وسمى الليزرال. عشان كده البعض بيسمي او من ضمن اناليسيس اوف لينير ستراكشر ريليشن شيب. هتقول لي ايه فين نعرف المسميات دي؟ عشان انت حضرتك لو قريت في كتاب ما تلقطش، ما تبقاش ناقد نفسك ستراكشر ايكويشن موديلنج هي معنى، لا، في بعض الناس بيسموه اناليسيس اوف مومنت ستراكشر. فممكن لو تدور على الدراسات السابقه تعرف تدور صح، ما تدورش باسم واحد. صحيح ان الاسم السائد في معظم الكتب هو كلمه الستراكشر ايكويشن موديلنج، لكن ده ما يمنعش ان في كتابات اخرى اتكلمت عليها لانه اناليسيس اوف لينير ستراكشر ريليشن شيب. وجربوا خشوا على جوجل مثلا واكتبوا هتلاقوا ان في حاجات مختلفه. اذا دي مسميات اخرى لنمذجه المعادله البنائيه. تمام. طيب في ايه تاني عايزين نتكلم فيه؟ طبعا في حاجه اسمها كوزال موديلنج، النمذجه السببيه. كوزال موديلنج، النمذجه السببيه. طيب دي كلها دي مسميات، دي كل دي مسميات لبرنامج الليزر. ايه مميزات بقى نمذجه المعادله البنائيه؟ ايه الفرق بينها وبين مثلا الريجريشن؟ ايه الفرق بينها وبين المالتي فيريت ريجريشن؟ ايه الفرق بينها وبين الفاكتور اناليسيس العادي اللي هو الاكسبراتوري فاكتور اناليسيس، تحليل العامل الاستكشافي؟ ايه الفرق بينها وبين طب احنا ايه الفرق بينها وبين الديسكريمينانت اناليسيس مثلا او الكانونيكال كولوريشن؟ كل دي عباره عن ديسكريمينانت اناليسيس، ده اسلوب احصائي. كانونيكال كولوريشن ده اسلوب احصائي اخر. كل دي تعتبر امثله على المالتي فيريت ريجريشن. ايه الفرق بينها وبين الكلاستر اناليسيس، تحليل العنقود او تحليل التجمعات زي بعض بيحب يسميها، زي ما قلت الديسكريمينانت اناليسيس تحليل التمايز البعض بيسميه. كل دي تعتبر مالتي فيريت ستاتستكس، والستراكشر ايكويشن موديلنج هي مالتي فيريت ستاتستكس. لكن ايه الفرق بينهم؟ ايه مميزاتها؟ ايه اللي بتديهولي جديد؟ يعني ايه اللي بيختلف عن النماذج ديت؟ طبعا يعني الفرق هيخليك تقدر تفهم تستخدم الستراكشر ايكويشن موديلنج امتى، تستخدمه امتى. ولذلك بقول ان مميزاته الاساسيه، جاء عالم اسمه بيرن وقال لنا ان في عندنا في فروق اربع خصائص بتميز الستراكشر ايكويشن موديلنج عن النماذج الاخرى، اللي هي نقصد بيها النماذج الاخرى المالتي فيريت تكنيكس. اي متغير بيتعامل مع اكثر متغير بيبدا طبعا بالمالتيبل ريجريشن والمالتي فيريت ريجريشن والانحدار المتعدد والانحدار متعدد المتغيرات والكانونيكال كولوريشن والديسكريمينانت اناليسيس زي ما احنا قلنا. كل دي طبعا مالتي فيريت تكنيكس، اساليب تعتمد على متغيرات متعدده. لكن ايه الفرق بين الاستراكشر ايكويشن موديلنج؟ بيرن قال لنا في عندنا اربع خصائص بتخلينا نقدر نميز ما بين الاستراكشر ايكويشن موديلنج والاساليب الاخرى دي كلها. طب ايه هم الاربع حاجات دي؟ تعال ناخدهم واحده واحده كده مع بعض لان كل واحده منهم في غايه الاهميه. اول حاجه المدخل، الاستراكشر ايكويشن موديلنج بيحصل مدخل كونفرماتوري، مدخل تحققي. يعني في عندي فروض معينه بيحط فروض ثم يتحقق من صدقها بيختبرها. ده ما اقدرش اعمله في الفاكتور اناليسيس مثلا، لو اكسبراتوري فاكتور اناليسيس تحليل عامل استكشافي. ما اقدرش اتحقق من ان انا بيبقى عندي مثلا في التحليل العامل الاستكشافي بتطلع لي نتائج، لكن ما اقدرش اختبر يعني لو انا شلت يعني احد المتغيرات ايه اللي هيحصل في جوده مطابقه النموذج. لا ده مجرد ان انا عدد العوامل لو زودتها او نقصتها او عملتها ما بقدرش اتحقق، يعني ما اقدرش اخش مدخل كونفرماتوري، مدخل تحققي. لكن التحليل العامل الاستكشافي مجرد ان انا بحاول ان انا اكتشف. ليه بقول التحليل العامل الاستكشافي؟ لان التحليل العامل الاستكشافي ده برضه يعتبر الفاكتور اناليسيس من الحاجات المالتي فيريت تكنيكس، وفي نفس الوقت عنده حاجات ليتنت وعنده حاجات ابسورفد، او عنده متغيرات كامنه اللي بنسميها العوامل الفاكتورز، وعنده متغيرات اللي هي تعتبر ابسورفد اللي هي ممكن تعتبر الايتمز بتاعتي، المفردات بتاعتي، او اي حاجه بقيس من خلالها العوامل ديت. لكن ما بقدرش اختبر جودة مطابقة او وضع اي عامل من العوامل اللي موجودة اللي هي البارامترز اللي هي الفاكتور لودنج مثلا، تشبعات العوامل، واختبره، اختبر دلالته واشوف اثره على النموذج. ده مش موجود. فاول حاجة نعرفها ان نمذجة المعادلة منين بتدخل مدخل بتاعها ايه؟ كونفرماتوري، مدخل تحققي وليس مدخل استكشافي.
مش بنكتشف بيها، لا ده احنا بنتحقق بيها. عشان كده مره كل شويه هاكد على المعلومه دي، عشان كده الموديل اللي انا بحطه ده معتمد على نظريه، كل ما بتكون نظريه قويه وكل ما بيكون افضل بتعتمد على دراسات سابقه قويه. تمام؟ عشان ده بيدخل مدخل تحققي، يعني عايز اتحقق او اختبر اللي وصلت له الدراسات السابقه او النظريه اللي قدمته النظريه. طيب الحاجه الثانيه انها بتدخل عندي تقدير للسايكومتريك موديل بتاعي. يعني انا عندي دايما في كل بحوثنا، كلنا البحوث الماجستير والدكتوراه وغيرها وغيرها، تمني بنعمل ايه؟ بنتحقق من الخصائص السايكومتريه في الرسائل، مثلا في فصل الاجراءات نبدا فيه كده، نجيب عينه استطلاعيه ونتحقق من خصائص السايكومتريه، ثم نبدا المرحله الثانيه ان انا اختبر الفروض في فرض النتائج. ده ما بيحصلش بقى في الكونفرماتوري في الاستراكشر ايكويشن موديلنج. الاستراكشر ايكويشن موديلنج لا، بيبقى عنده النموذج، نموذج واحد في القياس وفي البارامتر استيميت، يعني بيختبر الفروض وبيشوف النموذج القياس والنموذج الاستراكشر ايكويشن كله في خطوه واحده، وبالتالي بيقدر يحدد لي مقدار او الخطا اللي موجود في القياس قد ايه، واثر هذا الخطا على مطابقه النموذج اللي انا بدات بيه. ده ما بيحصلش في الدراسات في البحوث اللي بتستخدم الريجريشن مثلا او بتستخدم ديسكريمينت اناليسيس مثلا، لا بيعملوا فصل يشوفوا الخصائص السيكومتريه بتاعه المقاييس، بعد ما يتحققوا منها يتركوا الموضوع وكانه يقولوا احنا كده المقياس كده جيد ممكن يعني نستخدمه في التحقق من فروض البحث. كله بيكتب الجمله دي، ان انا اتاكدت من المقياس صالح للاستخدام اذا هستخدمه. طبعا مش صالح للاستخدام معناه ان عامل الثبات بتاعه بواحد وان الصدق بتاعه 100%، لا لا لا، بيبقى في دايما ثبات مثلا 8 من 10، يبقى جميل جدا، لكن في قدر من الخطا، في قدر من الايرور. الايرور ده بتجاهله تماما عندما اخش على اختبار الفروض. طب الايرور ده مش ممكن ياثر على تحقق الفروض او عدم تحققها؟ لكن ده ما بيحصلش بقى في كل الاساليب الاحصائيه اللي احنا بنتعامل معاها. تمام؟ لكن في الاستراكشر ايكويشن موديلنج لا، ده بيدخل، بيبقى عندي في النموذج القياس موجود وعندي النموذج والعلاقات موجوده، وبتحقق في الاثنين من خلال رسمه واحده او من خلال موديل واحد. طبعا البعض بيحب دايما في الاستراكشر ايكويشن موديلنج ان يعمل ايه الاثنين على خطوتين، علشان خاطر يشوف النموذج الاول ثم يبدا، عشان خاطر لو النموذج ما تطابقش يبقى يعرف المصدر عدم تطابقه ايه. هل عدم تطابقه عدم جوده المقياس او عدم قدره الادوات بالقدر الكافي، ولا عدم تحقق العلاقات او التاثيرات المباشره؟ خلي بالكم من الكلام دوت، يعني مش عاوز اقول مش هنسمعه في حته تانية، مش عايز اقول كده، لكن يعني يا ريت ان كنتم الكلام ده يفضل في ذهنكم. كل بحصنا حتى في بعض الاحيان بنجد ان الادوات بتاعتي العينه، بعمل عينه استطلاعيه وعينه اساسيه، لا في الاستراكشر ايكويشن موديلنج انا باخد الادوات بتاعتي واقوم جاي رايح بيها مره واحده على النموذج، على الداتا الاساسيه. الداتا الاستطلاعيه ممكن اقول لا عشان اشوف مثلا معامل التمييز ومش عارف حاجات زي كده، لكن لما بستخدم الخصائص السيكومتريه المودلز بتاعي بالستراكشر ايكويشن موديلنج عباره عن تو مودلز ببعض. مودلز الاولاني اللي هو الموديل مسموه الميجرمنت موديل القياس، وفي نفس الوقت الجزء الثاني بيعتبر عن العلاقات المترابطه ما بين المتغيرات. ده ما بيتحققش في اي اسلوب احصائي اخر، ده ما بيتحققش. طب ايه الحاجه الثالثه؟ بتدمج طبعا متغيرات مشاهده ومتغيرات كامنه. ما احنا قلنا المتغيرات، لو انت خدت مثلا ديسكريمينت اناليسيس، لو اخدت ما عدا الفاكتور اناليسيس طبعا، ديسكريمينت اناليسيس، لو اخدت مثلا المالتي فيريت ريجريشن، لو اخدت الكلاستر اناليسيس، لو اخدت الكانونيكال كورليشن، كل الاساليب الاحصائيه بتتعامل مع متغيرات ابسورفد فقط، متغيرات مشاهده فقط. لكن النموذج الوحيد اللي بيتعامل معاه الكلام ده هو بمدخل تحققي، مش مدخل استكشافي زي التحليل العملي، مدخل تحققي هو الاستراكشر ايكويشن موديلنج. فبنجد ان في النموذج بتاعي متغيرات ليتنت ومتغيرات ايه؟ ابسوربت. ده مش موجود في المالتي فيريت ريجريشن، ولا موجود في الكانونيكال كورليشن، ولا موجود في اي حاجه من الكلام ده. طب اجراءات النمذجه في المعادله البنائيه قادره على نمذجه علاقات متعدده المتغيرات وتقدير التاثيرات المباشره وغير المباشره. ما بقدرش في الريجريشن مثلا اتكلم على تاثيرات مباشره وغير مباشره. التاثير كل الريجريشن تاثيرات مباشره. ديسكريمينت اناليسيس تاثيرات مباشره. كل الامور عندنا في الريجريشن في المالتي فيريت تكنيكس العادي كله بيتكلم على تاثيرات مباشره. الوحيد اللي بيجيب لك تاثيرات مباشره وتاثيرات غير مباشره هو نمذجه المعادله البنائيه.
نمذجه المعادله البنائيه. كل دي مميزات بتخليني ان انا يبقى اذا ما ينفعش اقول ان عملت ستراكشر ايكويشن موديلنج من غير ما اكون فاهم الكلام اللي انا بقوله ده كله، من غير ما اكون فاهم الكلام ده. طيب عرفنا خصائصها، طب ايه الهدف من نمذجه المعادله البنائيه؟ ما الهدف انا كعامل بحث هدفه ايه؟ عشان نعرف الهدف لابد ان احنا نركز مع بعض كده في مصطلحين مهمين جدا مهمين جدا. المصطلح الاولاني حاجه اسمها داتا دريفن، داتا دريفن، والمصطلح الثاني اسمه ثيري دريفن. يعني ايه داتا دريفن؟ يعني الداتا دريفن يعني زي ما يكون جاي جنب من الدرايف، درايف يعني واحد بيقود سياره او بيسوق عربيه او كده يعني. فاذا مين اللي بيقود، مين اللي بيقود درايفن، مش هنقول درايف معناها قياده، من الذي يقود التحليل او نمذجه المعادله البنائيه؟ من الذي يقود الامر ويقود الخطوات اللي احنا بنتكلم فيها؟ مين اللي بيقود الامر؟ هل الداتا ولا النظريه؟ هل الاستراكشر ايكويشن موديلنج داتا دريفن يعني موجه باستخدام الداتا بتاعتي ولا موجه باستخدام النظريه؟ مين بصوره اخرى، مين الهدف ومين الوسيله؟ هل الهدف بتاعي هو الداتا ولا الهدف بتاعي هو النظريه؟ لازم نتفق، يا ريت نتفق على النقطه دي في غايه الاهميه. فكره ايه؟ ان الاستراكشر ايكويشن موديلنج ثيري دريفن، ثيري دريفن، أأكد الكلمة دي، يعني موجه بنظرية مش موجه بداتا بتاعت حضرتك ولا الداتا بتاعتي أنا ولا الداتا بتاع أي شخص آخر. مش الداتا اللي بتوجه الأمر، اللي بيوجه الأمر النظرية. بيوجهها في إيه؟ في الموديل سبيسيفيكيشن، وأنا بحمل النموذج، النموذج بتاعي بيوجه باستخدام إيه؟ الموديل سبيسيفيكيشن، خصائص تخصيص النموذج أو وصف النموذج، ها؟ متحدد باستخدام الثيري. طيب تعديل النموذج ما يسمى موديفيكيشنز، التعديل، ما انا احنا بعمل تعديل، مين اللي مين اللي بيوجهني وانا بعدل في النموذج؟ الثيري، مش الداتا، مش الاستاتستكس، النظريه، النظريه الثيري. طيب مين اللي بيخليني انا اقارن، ان انا اقول مثلا نموذج متطابق ولا غير متطابق؟ وافضل نموذج، افضل نموذج هو النموذج اللي بيتفق مع الثيري وليس بيتفق مع الداتا. ما يهمنيش الداتا، الداتا وسيله يا جماعه، الداتا وسيله، وسيله عشان ايه؟ اختبر النظريه. الاستراكشر ايكويشن موديلنج هو عباره عن اسلوب احصائي الاختبار، اختبار النظريات اللي موجوده في مجال علم النفس او موجوده في مجال الاقتصاد او موجود في مجال البيولوجي او موجوده في اي مجال يمكن ان يستخدم. الستراكشر ايكويشن موديلنج تكنيكس بيستخدم لاختبار النظريات، او على الاقل اذا كان ما عنديش نظر اختبار نتائج الدراسات السابقه. النقطة ديت ليس، طب عشان كده ايه؟ عشان كده لو جينا سألنا الشخص ايه الهدف من نمذجة المعادلة البنائية؟ طبعا زي ما قلت النظرية اللي موجودة، ولذلك كل ما بتكون النظرية اللي انا متبنيها نظرية جيدة، كل ما بتكون النتائج جيدة. ولذلك الجملة اللي مكتوبة دي قدام حضراتكم في غاية الأهمية، جودة مخرجات نمذجة المعادلة البنائية تتوقف على صدق أفكار الباحث، أفكار حضرتك اللي انت جايبها من النظرية، الفكره، الفكر، الايديا اللي عندك، الايديا، الافكار اللي عندك. ها، جوده المخرجات تتوقف على جوده الافكار، مش على جوده، صحيح النتائج مهمه انها تكون جيده، الداتا مهمه انها تكون جيده، بس انا ما بعملش نموذج يصلح لداتا معينه، انا بعمل نموذج عشان اختبر بيه نظريه معينه، والنظريه مش هقدر اختبرها كلها مره واحده، ولذلك بطلع منها نموذج عشان اختبر بعض جوانب النظريه. ولهذا من الاخطاء للاسف ان احنا بنقول دايما بنهمل النظريه، مع ان النظريه في غايه الاهميه. النظريه في الاستراكشر ايكويشن موديلنج هي الاساس، لكن اقراوا حضراتكم وشوفوا حضراتكم وشوفوا زمايلنا اللي حاطين داتا شو وحاملين باوربوينت وعاملين رايحين على الاموس ورايحين على الليزرال ورايحين وبيقولوا بيتكلموا. محدش بيتكلم على النظريه ولا بيتكلم، وكان الامور للاسف الشديد اصبحت الاحصاء، اصبحت الاحصاء زي بعض الحاجات مهنه من لا مهنه له. للأسف الشديد البعض لا يفكر، لا يفكر انه عايز يفهم طلابنا احصاء، عايز يخليه يروح على الاموس ويجري ويحط شويه نموذج وطلعت الداتا، مبروك عليك طلعت الداتا. كل الكلام ده كلام غير صحيح. النظريه الثيري من الاشياء المهمه جدا في نمذجه المعادله البنائيه، وهاكد على الكلام ده في الحته اللي جايه اللي هوضح لكم ازاي ان هي مهمه وتفهموا الترقي او الارتقاء في الموضوع. فكره نمذجه المعادله البنائيه ان احنا بنختبر نظريه ما،
من خلال ايه؟ ان انا بطلع نموذج من النظريه. ما مش حدش هيقدر يختبر نظريه مره واحده. اللي حط نظريه دي، اي نظريه في التعلم او نظريه في الاقتصاد او نظريه في السياسه او نظريه في العلوم الاجتماعيه، ما خلاش ما عملهاش كده من خلال تجربه واحده، ده عمل عشرات التجارب وتاكدت. فعشان كده ما اقدرش اختبر النظريه مره واحده، لكن انا باخد جزء من النظريه، الجزء ده بسميه موديل. النظريه دايما بتحدد من خلال تحديد نموذج، النموذج ده بيعمل ايه؟ توقعات. انا من خلال فهم النظريه، اي نظريه بتتوقع، بتعمل بريدكشن، بتتوقع باشياء معينه، تتوقع. طيب ان انا بطلع نموذج من النظريه ديت، النموذج ده بيعبره ايه؟ توقعات لتلك النظريه بمجموعه من التكوينات الافتراضيه. والله مش عارف، السلوك العدواني في نظريه بتتكلم اسمها نظريه التعلم الاجتماعي، بتقول والله اساليب المعامله الوالديه، وبتقول مش عارف كذا، وبتقول كذا، وبتقول ده بيأثر في السلوك العدواني، اشوفها. ويبقى توقعاتها ايه؟ بتقول والله اساليب المعامله الوالديه اللي شكلها سيء ممكن يطلع طفل عدواني، فطلع اذا في عندي متغير اسمه ليتنت اسمه العدوان. هيتقاس بايه بقى؟ هيتقاس بمجموعه مؤشرات من خلال مقياس عدوان لفظي، عدوان بدني مثلا، او عدوان بديل، حاجات تانية. وعندي كمان ايه؟ اساليب معامله والديه، ايه اسلوب النبذ، اسلوب مش عارف الـ 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 العقاب، اسلوب كذا، اسلوب كذا. وبيقول ايه؟ بيقول ان اسلوب المعامله الوالديه ياثر في السلوك العدواني. ادي نموذج انا طلعته من النظريه. وفين الليتنت؟ اهي ما قلت لك الليتنت بتاعتنا اللي هو العدوان، ده العدوان ده سلوك عدواني، سلوك متغير ليتنت، صحيح بيقاس من خلال مؤشرات اللي هو السلوكيات العدوانيه اللفظيه زي السب والنميمه والغيبه وغيره، والثانيه سلوك عدواني، سلوكيات عدوانيه ماديه زي الضرب والشد والجذب والركل، كل دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن انديكيتورز على السلوك العدواني، زي في انديكيتورز على اساليب المعامله الوالديه، تمام؟ ازاي السلوكيات دي انديكيتورز، لكن الليتنت نفسه هو اسلوب معامله والديه النبذ بيتقاس ازاي، اسلوب معامله والديه مش عارف اسمه القسوه او اسمه العقاب بيتقاس ازاي، اسلوب معامله والديه ديمقراطي بيتقاس ازاي من خلال انديكيتورز، لكن دي كلها تعتبر ليتنت. والنظريه بتقول ايه؟ ده بيأثر ايجابي وده بيأثر سلبي وده. طب تعال نشوف النموذج ده ونتحقق. طب افرض النموذج ما تحققش، دي نتيجه في حد ذاتها في غايه الاهميه. إذا النموذج ما تحققش ده مش عيب، بعض ما احنا تعودنا للأسف إن لو الفروض ما تحققتش يبقى أنا غلطان، لا أنت بتختبر نظرية، أنت ما بتقولش أمس غلطان في حاجة، ده أنت إذا أنت قدمت لنا معلومة في غاية ما تحدي، بتقدم تحدي للنظرية، بتقول لها أنت قلتي كذا وأدي نظرية أنا طبقت على الداتا بتاعتي وأنت لم تتحققي. يبقى أنت غير صالحة لهذا الأمر، يا إما تعدل النظرية تعدل نفسها، يا إما نبحث على نظرية أخرى. إذن أهمية النظرية أمر غاية الأهمية في الاستراكشر ايكويشن موديلنج، وهأكد أقول لكم أسباب أخرى هي ليه مهمة، يعني هي ليه مهمة. من خلال بقى النقطة اللي جاية دي، تعالى كده نفكر مع بعض إيه أهداف العلم؟ أهداف العلم، إحنا عارفين كلنا إن أهداف العلم الفهم، التنبؤ، الضبط أو التحكم، فهم أو التفسير. طيب لو أنا كده أخدت حولت الكلام ده لأساليب إحصائية، وطبعا هتكلم الاستراكشر ايكويشن موديلنج وما تحتها، تحت خالص عند الفهم هلاقي معامل الارتباط. تاني الفهم هو معامل الارتباط، توجد علاقه بين كذا وكذا، فانا بدات افهم بقى، توجد علاقه بين السلوك العدواني ومش عارف اسلوب ايه، توجد علاقه بين التحصيل وساعات الاستذكار، يوجد علاقه بين كذا، ده فهم، معاملات ارتباط. ولذلك الفهم او التفسير ده بيدخل في الاحصاء، جانب منه كده في الاحصاء الوصفي، فبلغه الاستراكشر ايكويشن موديلنج ده كورليشن، ارتباط. طب عايز اتنبا خطوه اعلى بقى، يبقى تروح على البريدكشن. مين البريدكشن؟ الريجريشن، الانحدار. كنت عايز اتنبا، تروح على تحليل الانحدار. يبقى عايز افهم كورليشن وعايز اتنبا، اروح على تحليل الانحدار. طب عايز اضبط وتحكم، تروح للاستراكشر ايكويشن موديلنج. استراكشر ايكويشن موديلنج بتتكلم على الكوز والافكت، على سبب ونتيجه، فتقدر تعمل كنترول. يبقى فهم كورليشن، ارتباط يعني، تنبؤ ريجريشن، انحدار، ضبط او تحكم استراكشر ايكويشن موديلنج. اذا الاستراكشر ايكويشن موديلنج مرحله اعلى من الريجريشن، ومرحله اعلى واعلى من الفهم. طب ازاي وانا بتكلم على منهج وصفي ان انا اقول تحكم وضبط؟ ده الاستراكشر ايكويشن موديلنج الداتا بتاعتها جايه من منهج وصفي، بس اللي خلاك انك انت تجرأت وقلت ان انت بتتكلم على الكوز والافكت، بالرغم ان احنا بنعلم طلابنا في الاندر جرادويت ان الكوز والافكت ده مسؤوليه الاكسبيرمنتال ديزاينز، التصميمات التجريبيه، لكن بنعرفه حاجه اسمها statistical effect، في حاجه اسمها تاثير احصائي. وعشان نجيب تاثير احصائي
تمام؟ بنعمل ايه؟ بنستبعد اثر متغيرات اخرى، استبعدها احصائيا، وده اللي بيعمله الاستراكشر ايكويشن موديلنج بس بصوره اعقد من اللي بيعمله التنبؤ. طيب ايه الهدف من النمذجه؟ لو سالت شخص مبتدئ واسالوا نفسيكم هتلاقوا كله كده، ما الهدف من نمذجه المعادله الابنائيه؟ هتقول الاجابه الخطا، هذه اجابه خطا، هذه اجابه خطا، ان انا عايز اوصل الى افضل نموذج يطابق البيانات، كده داتا دريفن. افضل نموذج يطابق البيانات، يبقى انت عملت البيانات بتاعت حضرتك هدف، وعايز افضل نموذج يطابقها، فتقعد تعدل في النموذج وتغير فيه عشان يطابق بياناتك، كانك انت بتقول ان النموذج بتاعي، ان النموذج بتاعي ده وسيله والهدف بتاعي هو مطابقه البيانات، ايه الهدف عندي البيانات؟ لا يا سيدي الفاضل، هذا كلام خطا. واسمع الكلام بقى اللي هقوله لحضرتك، ولعلك انت تكون احسن مني في انك توصله لغيرك، اللي هي فكره ايه؟ ان الاستراكشر ايكويشن موديلنج، وان اي موديل، اي موديل، اي موديل مهما كان تافه وليس له معنى وخاطئ واي حاجه عليه ومش هقول عليه مش حلو ومينينجلس، عديم المعنى، يوزلس، ليس منه فائده، ها، يمكن ان اجعله يطابق اي بيانات، اي نموذج. الكلام ده مش كلام محمد حبش اللي بيكلم حضرتك، لا ده كلام العلم بيقول كده، الكتب اللي موجوده في الاستراكشر ايكويشن موديلنج بتقول كده، بتقول. وانا احط ده فكره لينك لبعض الكتب عن استراكشر ايكويشن موديلنج اللي بتكتب طبعا، اللي بتتكلم عن الكلام اللي احنا بنقوله ده، لان احنا يعني للتوثيق الكلام، لان احنا بيهمنا ان احنا نوثق الكلام، ودي لغه العلم، لغه التوثيق. اي نموذج، اي نموذج مهما كان عديم المعنى، مهما كان ليس له قيمه، مهما كان ليس له اكتر تطبيق، ممكن اجعله يطبق اي بيانات. ازاي؟ افضل اعمل فري للبارامترز، افضل احط عليه البارامترز، وافضل احط تاثيرات واعقد فيه كده، يفضل يتعقد يعقد لغايه لما يصبح يطابق الداتا بتاعتي. لكن هذا النموذج ليس له قيمه خارج الداتا بتاعتك، خارج الداتا اللي انت عاملها، وده مش الهدف، ده مش الهدف. يا ريت ان ده يكون وصل لحضرتك، ليس هدف الاستراكشر ايكويشن موديلنج الوصول الى افضل نموذج يطابق البيانات، لا. structure equation modeling هدفه اختبار نماذج اشتقت من نظريات، يعني بصورة أدق هو عايز يختبر النظريات، لكن بيختبرها بصورة غير مباشرة من خلال الخروج ببعض النماذج من تلك النظريات ثم يختبرها. ولذلك الكلام الصح هو اللي جاي ده، هدف نمذجة المعادلة هو اختبار ما إذا كان النموذج المستند إلى نظرية اللي هو theoretical model، النموذج يساند أو يؤيد بواسطة البيانات التي جمعها. إذن البيانات بواسطة البيانات، أي أن البيانات متغير، وسيلة، البيانات وسيلة، وما هو الهدف؟ النظرية أو النموذج المشتق من هذه النظرية. رجاء إذا كان يعني يوصل هذا الكلام يكون مفهوم للناس اللي بتشرح لطلابنا وبالدراسات العليا واللي بتكتب واللي عمال تحط حاجات على اليوتيوب، هذا الامر في غايه الاهميه. الهدف من استراكشر ايكويشن موديلنج ليس ان انا اصل الى افضل نموذج يطابق البيانات، هذا الكلام خاطئ. الهدف من استراكشر موديلنج هو اختبار ما اذا كان نموذج جبته منين، مستند الى نظريه او دراسات سابقه قويه، يساند او يؤيد، تم مسانده او يؤيده بواسطه البيانات، يعني البيانات وسيله والهدف هو النظريه اللي انا بختبرها. ارجوكم تحملوني، لان انا بشوف حاجات ليها العجب ما بين طلاب، اصبح كل واحد بيسمع عن حاجه بيحاول يعملها، فاصبح عندنا كتير من الناس بتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه بتستخدم فيها نمذجه المعادله الابنائيه، لكن دي ضايع منه الكلام ده، مش مسؤوليته طبعا، مش مسؤوليته، لكن جايز يكون ما لقاش حد يفهمه الدنيا ماشيه ازاي، فاحنا ده دورنا. طب ايه الهدف؟ لو انا بختبر نموذج بقى وطلع النموذج ده مش متطابق، النموذج اللي انا جبته من النظريه مش متطابق مع الداتا بتاعتي، اعمل ايه؟ قدامك حاله قولنيه، اذا كانت البيانات تؤيد وتسند النموذج النظري خير وبركه، فهذا معناه ان العلاقات المفترضه اللي موجوده داخل النظريه اللي توجد بين التكوينات الفرديه لها معنى وتوجد بالفعل والنظريه تحققت. طب ده جميل. طب واذا لم تتحقق؟ قدامك حاجه من الاثنين، اذا كانت البيانات لا تؤيد او لا تساند النموذج فهذه الحاله اما ان نحتاج الى تحديد واختيار نموذج نظري بديل، بجيب نموذج نظري بديل، اروح ادور على نظريه اخرى، قد يكون عندي مثلا نظريتين بيفسروا حاجه معينه،
فعندي نموذج ونموذج اخر، فانا استخدمت النموذج ده ما فسرش، اروح ادور على نظريه اخرى، اجيب نظريه اخرى بتفسر نفس السلوك اللي انا مهتم بيه، واقوم جاي اعمل لها مطابقه مع ده تطابق. يبقى اذا ده حاله اخرى، ان انا ادور على نموذج نظري اخرى، يعني نموذج يستند الى نظريه اخرى. ما عندناش في العلوم الانسانيه نظريه بتفسر كل حاجه، او بتفسر يعني مفيش نظريه بتفسر، مفيش نظريه واحده مثلا بتفسر السلوك العدواني. في عندنا نظريات كتيره. ليه النظريات اختلفت؟ لان معناها ان كل نظريه تصلح لمراحل عمريه معينه، بتصلح لظروف معينه، بتصلح لثقافات معينه، بتصلح لجنس معين، بتصلح لاشياء اخرى. اذا انا ممكن ادور بقى على نموذج نظري اخر بديل، يعني بدل النظريه دي مش كويسه، او النموذج وفقا للنظريه دي مش كويسه، ادور على نموذج بس مستند الى نظريه اخرى. ما جبت سيره البيانات، ما قلتش اقعد اغير في النموذج عشان خاطر ادور على البيانات واشوف النموذج ده واشوف مؤشرات موديفيكيشن انديسيز بتاعتي وادور على اعلى موديفيكيشن. ده كلام شغل خاطئ، وده بيحصل ليل ونهار. اللي بيواجهنا في تعديل النموذج لا الداتا، مش بيواجهنا الداتا، بتواجهنا النظريه. ولذلك ممكن النظريه الواحده تقدم اكتر من تفسير، فاعمل اكتر من نموذج بس مستند للنظريه مش مستند للداتا. يبقى الحاله الثانيه، اذا كان النموذج مش هيطبق ادور على نموذج اخر يستند الى نظريه اخرى واطبقه. الخلاصه ان نماذج المعادله تختبر النماذج النظريه باستخدام المنهج العلمي، بتختبر النماذج النظريه اللي بيجيبها منين، من نظريات معينه، وباستخدام منهج علمي. الاختبار الفروق دي تحسين عشان نفهم اكتر، تحسن الطريقه اللي احنا فاهمين بيها العلاقات المركبه بين التكوينات الافتراضيه. التكوينات الافتراضيه اللي هي بيسموها بلغه، اللي هي بيسموها الكونستراكت، بلغه الاستراكشر ايكويشن موديلنج بيسموها الليتنت. تمام. فالنظريات احنا عايزين نفهم العلاقات المركبه والكتيره اللي بتاثر في امور معينه، يبقى اذا نستخدم استراكشر ايكويشن موديل. بس التكوينات دي بيحكمها نظريات، مش بيحكمها داتا او احصاء. تفترض نماذج المعادلة كيف تعرف مجموعة من المتغيرات تكوين فرد ما، وكيف ترتبط تلك الافتراضات بعضها بعض. دي النماذج، النماذج المعادلة البنائية دايما بتوضح لنا ازاي ان في مجموعة متغيرات اللي هي طبعا الابسورفيت او الانديكيتور بتكون تكوين فردي معين اللي هو الليتنت، او انها كمان بتوضح كيف ترتبط تكوين الليتنت المتغيرات الافتراضية بعضها ببعض. وعشان كده انا قلت في الاستراكشر ايكويشن موديلنج انا عندي حاجتين، عندي ابسورفيت وعندي ايه، وعندي ليتنت، عندي متغيرات مشاهده وعندي متغيرات ليتنت. طيب في برامج نمذجه المعادله البنائيه، عندنا برامج كتيره جدا، برامج وكل يوم في برامج بتظهر، كل يوم في برامج بتظهر، وكل وبعض البرامج فري سوفت وير، برامج مجانيه، وبعضها كوميرشال سوفت وير، غالبيتها طبعا كوميرشال، برامج تجاريه، وبعضها بيتعامل مع لغه السينتاكس، لغه الاوامر، واللي هو محتاجه لغه يكون شخصا، وبعضها بيتعامل مع الويندوز اللي هي زي الاس بي اس بوينت اند كليك. اختيار النموذج اختار انه، بالرغم ان طبعا برنامج الليزرال، طبعا ده انا ما اتعلمت الاستراكشر ايكويشن موديلنج في امريكا، اتعلمته باستخدام الليزرال، لان اذا كنت عايز تقول على نفسك بروفيشنال لازم تتعلم الليزرال. الليزرال بيتعامل تستخدم لغه الماتريسيز اللي هي لغه المصفوفات، وده اول برنامج وضع لنمذجه المعادله البنائيه. يعني ايه لغه واحده، يعني او كلام واحد، دي اول برنامج اتحط، الباقي كله بعد كده ظهر بعد منه، الام بلس ومش عارف الاموس ومش عارف والار، حتى الار والسيستاك السيستات، كل الكلام دي والاي كيو اس، كل البرامج ديت جت بعد الليزر. جوريس كوج طبعا ده العالم الشهير اللي حط لنا برنامج الليزر، ده كان اول واحد يتكلم يحط لنا برنامج يحط لنا برنامج. لكن ظهر بعد كده لكل برنامج مميزاته وعيوبه مفيش شك. طب اختار انه، هقول لحضرتك تختار انه. في برامج طبعا هنلاقي الليزرال وهنلاقي الاموس وهنلاقي الار وهنلاقي الاي كيو اس، كل دي برامج على فكره، وفي الام بلس اللي هو الميتن وميتن. طبعا ام بلس هنا اختصار، لان ده عالم وزوجته، هو الاثنين بيبداوا ميتن اند ميتن، فسام ام بلس. ام اكس والبروك كالز ده الاساس، ده برنامج طبعا جميل جدا، في عنده بروسيدير، بروك معناه كلمه بروسيدير، اسمه كالس. هذا البروسيدير بيعمل الاستراكشر ايكويشن موديلنج. السمارت بي ال اس، طبعا سمارت بي ال اس اختصار لبارشال ليست سكوير، ده برضو برنامج يشبه الليزرال في حته ان هو بيتعامل مع جرافيكال انترفيس، يعني باخد كده اشكال ورسومات واحطها ثم بعمل بستخلي البرنامج ينفذ الموضوع.
طيب في برامج، في برامج كتيره جدا اخرى موجوده لا حصر لها، وكل يوم عماله تزيد، ويمكن بعضها نعرفه بعضها ما اعرفوش. لكن بصوره عامه السؤال، كيف اختار البرنامج؟ توقف اختيار البرنامج على خبرتك. هل ليك في مجال البرمجه؟ هل خبرتك محدوده في، اذا كانت خبرتك محدوده في مجال البرمجه فانت غالبا هتفضل الاموس. الاموس ده يعني فور شورت، رغم ان الاموس ده الاس بي اس اس ممكن اعمله بلغه السنتاكس، بس طبعا للاسف زي الاس بي اس اس لم يهتم احد بيه انه يتعامل معاه بلغه السنتاكس، كله بيتعامل معاه بلغه البوينت اند كليك. فكذلك الاموس، الاموس ممكن ان انا اتعامل بيه من خلال جرافيكال انترفيس، من خلال واجهه رسومات جرافيكس، رسومات اسحب الرسمه واحطها ثم اعمل شويه اسهم ثم كذا. فبالتالي كتير بيفضلوا لانه مش محتاج لغه اوامر. لكن باكد برضو داخله في لغه اوامر، في لغه اوامر ممكن تنفذ بالاوامر، لكن محدش بيقرب من الحته ديت. لكن اذا كنت مهتمين بالبرمجه هتختمر الليزرال، او هتختار الام بلس، او هتختار الار، كل دي برامج لو انت عندك لغه برمجه. انا واثق ان معظمنا، وزي كان حتى في الفيديوهات بتاعتي، يعني هقدم التطبيقات من خلال الاموس. اذا كان في وقت هقدم حاجه للليزرا للمهتم، او الام بلس للمهتم، لكن بصوره اساسيه هيكون باستخدام الاموس، لان انا عارف من خلال مشاهدتي وتعاملي مع طلابي وزمايلي ان المعظم بيفضل الاموس لسهوله التعامل معه. ده كان الهدف من الفيديو بتاعنا اللي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، وهنقف لغايه هنا. والمره الجايه او الخطوه الجايه هنتكلم على، او في فيديو اخر هنتكلم على ايه انواع المودلز اللي موجوده، ايه الخطوات الستيبس اللي انا بستخدمها في الاستراكشر ايكويشن مودلنج، وهنبدا ناخد نماذج بسيطه كده نطبق عليها هذا الكلام. ارجو اذا كان الفيديو عاجبك نعمل لايك، ما يعني اذا كان ممكن حد مش موجود سبسكرايب عندنا وحضرتك تعرفه واعمل له شير، وممكن يكون عندك انت. في جميع الاحوال ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تاخد الفيديوهات اللي جايه بعد كده. تحياتي، وكل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان المبارك. ربنا يعيد عليكم الايام وعلى امتنا الاسلاميه بالخير والبركات، والسلام عليكم ورحمه الله.